ازيكم يا جماعة، معاكم يحيى. النهارده ده مش فيديو عن اي حد، وانا بس عايز اقول لكم على خبر. اشتريت حاجات جديدة تساعدني في التصوير، زي المايك اللي انا لابسه ده اللي بيتهيألي بيخلي الصوت افضل، زي العدسات اللي انا بصور منها دلوقتي اللي مخليه زاوية الرؤية اوسع. الفترة الجاية هبتدي اعمل فيديوهات تاني. انا اسف ان انا اتأخرت، بقى لي فترة كبيرة ما بعملش فيديوهات. وفي ريفيو جاي عن دول، اول ريفيو لي عن حاجة حقيقية. تابعوني ولو عايزين تشوفوا ريفيو بتاع دول سمعت دي اعملوا سبسكرايب. شكرا.